هنا الحاجة مو واه. شوف شوف هذا يوتيوب يوتيوب إيه. شوف هذا ربه هذا الصاين هذا وقام يحشموش والو صاحبي يا راهم زربعين في قاع العالم صاحبي. شوف شوف الله يجرب عليهم الحب إيه. يا شوف الحجب لي شوف صاحبي واه واني شوف هذو مدكرهم هكا منتشرين قاع في العالم. هذا عرق صامت الله يجيب له قطعة إيه. إيه وحتى الإمارات راها معاهم صاحبي. الإمارات راها معاهم صح إيه. شوف شوف, شوف. والمغرب حتى المغرب تاهم واضحه ورواحهم قال لك الذيب القرطيط يبغيها كاع قراطيط الذيب كيكون مقرطط ايه يبغي كاع الناس مقرطه واه الحاج واه بصح الحاج بليس الشعب خاطيها صاحبي الشعب مسكين ايه؟ الشعب مسكين راه متلاهي غير مع كرشه الشعب خاطير راه راه غير الحكومه هذه سياسه هذه الله هما مساكين الشعب يبغونا هذوك مساكين واه الشعب الشعب مسكين في التالي الشعب خاطيه الشعب مسكين بو متبع واه يا انا على هذا العرق الصامت نتاع نتاع اليهود هذا نقول لك حاجه الحاج بليس انا يبان لي هذه يسموها نهايه المملكه وذوك تشوف انا نقول لك وهذه الحاج مو عندك شك فيها باينه ايه لي علاش نتخلوا على الدين صاحبي نشدوا فيه مذكوره في القران قال لك يجي النهار اللي التيجان تاع الملوك كاع يريبوا والله ما يبقى تاش فوق مالك والو والله ما راها باقيته نعطيك انا الدليل باش حتى مالك ما يبقى يحكم نعطيك غير مثال عاشور العاشر كم هذا العام ما كانش سويلح عاشور العاشر ما كانش هذا العام درك باغي تقرمذني ولا ايه ها كنا في الصهاينه ودرك واش دخل عاشور العاشر هذا عاشور العاشر مالك ها مالك تا هو في الفيلم ايه كم هذا العام ما كانش ليه ما كانش دوك مسكين هو دوموندا السيناريو يقرا 3 شهور ايه قال لهم يا ودي دوموندي المخرج تاعه ايه 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 قال لهم عطيني السيناريو نقراه ما بغاش يعطيوه لمسك وهو هذا عاشور العاشر على باله في الجزء الثالث على باله باللي الشعب نتاعه راه غادي ينقلب عليه إيه السماكيين كي كينقلب البردعة على الشواري إيه ما يسلكوها دراري هو خمم الطريقة الوحيدة كيش ندير كيش ندير ما نلعبش باش إلا خرج المسلسل إلا خرج مليح ما يلعبش ما خرجش مليح ما يلعبش وعلى بالي باللي ما ينجحش بصح درك على حساب لي نفهم أنا هذا السيناريو نتاعك إيه سما درك بيونا يديروها الملكة ولا كيفاش أودي الحاج مو أنت يا والله لما نعرف لعن الله قوم تحكمهم امرأة.